المملكة العربية السعودية وزميلنا محمد توفيق من الطائف يقول لنا أخبار النادي الأهلي إيه في ظل هذه الظروف. وأنا متأكد إن إحنا كلنا قافلين، أو النادي الأهلي قافل على لعيبته وما بيعملش أي حاجة، أو اللعيبة ما بتعملش أي حاجة غير التركيز فقط في هذه المباراة اللي هي ببطولة، مباراة مهمة جدا جدا جدا. يا توفيق ازيك يا حبيبي، وحمد لله على السلامة. مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ربنا يسلمك يا رب. وزي ما حضرتك قلت بالفعل بعثه النادي الاهلي هنا في مدينه طائف منذ وصولها ليله امس كل التركيز منصب على مباراه السوبر، بطوله مهمه جدا في بدايه موسم، بطوله قاريه مش بطوله عاديه كمان، بطوله كبيره وكل اللاعبين مركزين جدا يا كابتن اسلام. يمكن حتى من دقائق قليله كنت بتكلم مع عدد من لاعبي الفريق الاول محمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا، قالوا انه احنا مركزين جدا، بطوله مهمه، مهمه كمان جدا لجمهور النادي الاهلي، كمان منبهرين بجمهور النادي الاهلي اللي قابلهم هنا واستقبلهم في السعوديه ومستنيين يفرحوه باذن الله مساء الجمعه. ويعني مستر مارسيل كولر او اللاعبين كلهم يا كابتن اسلام كل شغلهم الشاغل المباراه، قاعدين دايما بيذاكروا، بيتفرجوا على فرقه اتحاد العاصمه، بيشوفوا لها مباريات، كل الناس هنا شغله نفسها بس مباراه السوبر، عاوزين يفرحوا جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فرقه الحمد لله ربنا اكرمها وحققت 5 بطولات سواء محليه او قاريه الموسم اللي فات، عاوزين يكملوا ويبداوا الموسم الجديد باذن الله ببطوله قاريه كمان، يسعدوا بقى كل جمهور النادي الاهلي وتبقى بدايه قويه ان شاء الله لموسم قوي ويكون سعيد على كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان يا كابتن اسلام. طيب طمنا على الفرقه وايه اللي حصل النهارده والتمرين بشكل عام، واحنا بنتفرج كده على لقطات للجماهير المصريه او الجماهير المصريه الاهلاويه المتواجده في كل مكان في الطائف. كان اليوم بدأ على طول النهارده بدري يا كابتن اسلام 11 الصبح الفريق فطر، بعدها كابتن خالد بيبو طبعا قام بزياره ملاعب التدريب اللي الفريق هيتدرب عليها هنا في مدينه الملك فهد بمدينه الطائف، اتاكد ان كل الامور معده تماما. يمكن كمان زي ما حضرتك شايف في اللقطات ملعب اكثر من رائع، ملعب التدريب كل الامور ميسره جدا، يمكن كمان يعني المسؤولين عن الكاف موجودين مع فريق النادي الاهلي لحظه بلحظه، كل طلبات النادي الاهلي الحمد لله مجابه. كمان النهارده يمكن الامين العام المساعد للاتحاد السعودي لكره القدم قام النهارده بزياره البعثه واستقبله طبعا الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه هنا في السعوديه، يمكن طبعا برحب بالنادي الاهلي وفي وجوده في بلده الثاني السعوديه. ومن جانبه طبعا الوزير العامري فاروق شكره على حفاوه وحسن الاستقبال، وقال طبعا ان دايما مصر والسعوديه هما شعب واحد والمحبه متبادله الحمد لله رب العالمين. يمكن الفريق كان النهارده حريص مستر مارسيل كولر على عقد محاضره مع اللاعبين كانت الساعة 3:30 يا كابتن اسلام، يمكن حضر في اخر جزء منها اخصائي الطب النفسي الدكتور احمد ابو الوفا بالفريق، يمكن مستر مارسيل كولر حب ان هو يتكلم مع اللاعبين قبل مباراة مهمة خاصة انها في بداية موسم وبطولة قارية وبطولة كبيرة. كان على طول اللاعبين تناول وجبة الغداء الساعة 4 ومن بعدها على طول بقى يمكن الجميع خلد للراحة، كان في بس جلسة تصوير خاصة بالاتحاد الافريقي للاعبين خاصة بهذه المباراة فقط، مباراة السوبر الافريقي باذن الله رب العالمين. ومن بعدها يمكن على طول الفريق اتحرك لملعب التدريب يا كابتن اسلام، بيبعد بالظبط 30 دقيقه عن مقر الاقامه هنا، وهو طبعا يعني ده الملعب الفرعي للملعب الرئيسي اللي هيحتضن المباراه باذن الله مساء الجمعه. يمكن التدريب استمر لمده 1:30، يمكن كمان كان ابرز ملامح التدريب يا كابتن اسلام كان تدريب قوي جدا بدنيا وفي بعض الجمل الفنيه. ويمكن مستر مارسيل كولر طبعا يعني كعادتنا بيه وعادة النادي الاهلي دايما بتعمل حساب المفاجآت وكل حاجه، كان في جزء مخصص من التمرين النهارده على ركلات الجزاء، يمكن كل اللاعبين شاطوا بما فيهم الثلاث حراس سواء محمد الشناوي او مصطفى شوبير او مصطفى مخلوف، كل اللاعبين الحمد لله شاركوا في المران، علي معلول شارك في المران بشكل كامل، وكمان ابرز الوافدين انتوني مودست كان موجود في التمرين بشكل كبير جدا وشارك في معظم فترات التمرين. يمكن الغياب الوحيد بس يا كابتن اسلام الى الان هو طبعا بيرسي تاو اللي هيوصل ان شاء الله في ساعه متاخره من مساء اليوم، هيكون موجود هنا في فندق الاقامه في الطائف بعد التمرين. يمكن طبعا طبقا لبروتوكول الكاف في البطولات الكبيره كان في طبعا لقاءات مجمعه لبعض اللاعبين النادي الاهلي، يمكن شارك فيه النهارده طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد هاني، واكيد اللقاءات وصلت حضرتك ان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي استمتعها ويشوف نجوم النادي الاهلي. من بعدها على طول رجعنا لفندق الاقامه حالا من لحظات قليله، واللاعبين دلوقتي بيتناولوا وجبه العشاء لانتهاء اليوم الاول هنا في مدينه الطائف، والجماعة هياخدوا الراحه. بكره ان شاء الله عندنا يوم طويل جدا، يمكن البدايه طبعا هتكون برده صباحا، ولكن بعد كده بقى عندنا امور تنظيميه كتيره جدا سواء الاجتماع الفني اللي هيجمع مسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي اتحاد العاصمه بمسؤولي الاتحاد الافريقي والاتحاد السعودي المسؤول عن تنظيم هذه المباراه، وبعد كده كمان هيبقى في مؤتمر صحفي للجهاز الفني النادي الاهلي والجهاز الفني لفريق اتحاد العاصمه باذن الله رب العالمين. وباذن الله النادي الاهلي يختتم استعداداته في تمام 9 مساء على نفس ملعب المباراه، الملعب الرئيسي لمدينه الملك فهد الرياضيه هنا بمدينه طائف.
دعوات كابتن اسلام ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون التوفيق معانا، تبقى ضربه بدايه قويه جدا وان شاء الله بطوله قاريه في بدايه موسم ان شاء الله يكون حافل بالبطولات باذن الله رب العالمين. طيب مارسيل كولر وتفكيره بقى خلال هذه المرحله، يعني انا سامعك بتتكلم وبتقول ان هو كان دايما دائم الفرجه على او مشاهده مباريات اتحاد العاصمه، هل بالفعل يعني طبعا مش عايزين نعرف اي تفاصيل، ولكن هل بالفعل مارسيل كولر وصل للتشكيل اللي هيلعب بيه في هذه المباراه من وجهه نظرك يعني، وهل بالفعل وصل لطريقه اللعب او خلاص كل حاجه بقت يعني بالنسبه له واضحه؟ بنسبه 100% بما لا داعي مجال الشك كابتن اسلام، وزي ما حضرتك قلت بدون الدخول في التفاصيل بالطبع، مستر مارسيل كولر حاطط ايده على كل نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس، وعلى هذا الاساس حاطط كمان تشكيل مباراه النادي الاهلي، واعتقد ان معاه كل السيناريوهات. يعني من واحنا لسه في مطار القاهره كابتن اسلام، مستر كولر ماسك اللابتوب بتاعه بيشاهد فريق التحليل طبعا الموجود معاه، فريق كبير جدا ومجتهدين ماسكين كل تفصيله عن اتحاد العاصمه، يمكن حتى اللاعبين النهارده لما اتكلمت معاهم زي ما قلت لحضرتك اللعيبه نفسها خلاص بقت داخله جوه المباراه مديين فريق اتحاد العاصمه حقه، يمكن كل اللاعبين بتاكد ان فريق كبير يجب احترامه، فريق فاز ببطوله قاريه يعني بطوله الكونفدراليه، فبالطبع الاحترام طالما موجود في مباراه كبيره ومناسبه كبيره زي ديت بطوله السوبر الافريقي كل الاحترام ليه، كل اللعيبه زي ما قلت لحضرتك داخلين في المود بتاع المباراه مركزين جدا، مستر مارسيل الكره مش ساب حاجه الحمد لله للظروف ولا الصدف، يتبقى فقط بس توفيق ربنا وباذن الله يوم الجمعه 11 مساء نكون كلنا بنحتفل يا كابتن اسلام باول بطوله في موسم مستنيين منه كتير جدا من لعيبه النادي الاهلي عشان فرح كل جماهير النادي الاهلي، ويعني زي ما بنقول نستكمل مسيره كبيره جدا من البطولات. يمكن علي معلول زي ما قلت لحضرتك كان اخر الوافدين هنا المعسكر في مدينه الطائف، وصل في ساعه مبكره على طول، يمكن ارتاح شويه وبعد كده دخل مع الفريق على طول سواء في المحاضره الفنيه او كمان في جلسه التصوير كان موجود برفقه زملائه، والحمد لله كان موجود في التمرين الرئيسي النهارده وشارك في التمرين بشكل كامل جدا، كمان كان في بعض المهام الخاصه كده مش هنقدر نفصح عنها كان مستر مارسيل كولر مديها له وهو معاد كبير جدا من اللاعبين، فلا الحمد لله ميرسي تاو هيوصل امتى قلت يا توفيق؟ الاجواء كمان في الليله ان شاء الله كابتن اسلام بيرسي تاو كمان هيكون منضم للمعسكر، يمكن في تنسيق تام ما بين الجهاز الفني نادي الاهلي طبعا والجهاز الفني والاداري لمنتخب جنوب افريقيا ومتابعين بيرسي تاو، وان شاء الله يكون موجود باذن الله النهارده مساء وان شاء الله يشارك في التمرين الاخير النهارده. يمكن عايز اختم بس بالاجواء هنا في مدينه الطائف، يمكن الاجواء اكثر مرعه كابتن، يمكن حتى اتكلمنا مع اللعيبه فكانوا متخيلين ان الجو هيبقى حر هنا، ولكن درجه الحراره هنا كويسه جدا ما تزيدش عن 28 درجه مئويه، كمان الرطوبه قليله جدا، كل الاجواء جميله جدا، ان شاء الله كمان يوم المباراه هيبقى الجو اكثر من رائع، وده يساعد يعني لعيبه النادي الاهلي انها تعمل مباراه كبيره، ان حاله الملعب كمان اكثر من رائع كابتن اسلام، ارضيه الملعب ومدرجات طبعا الملعب اللي هتكون مليئه باذن الله بجمهور النادي الاهلي، اللي عاوز اقول لك هنا عاملين ملحمه كابتن اسلام، يعني التذاكر تقريبا خلصت في 7 دقائق من طرحها على المنصه المخصصه لبيع التذاكر هنا في المملكه العربيه السعوديه، يمكن كمان الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه بيتواصل دائما، يعني عاوز بيطمن على كل افراد المنظومه سواء الجهاز الفني او اللاعبين كل طلباتهم بيتم تلبيتها، كمان جمهور النادي الاهلي اللي تقريبا طول اليوم قاعد بيستقبل جمهور النادي الاهلي لو حد عنده مشكله في التيكت او حاجه بيحاول يحلها ويتواصل، ان طبعا زي ما قلت لحضرتك التيكت كان 20,000 تذكره بس خلصوا على طول يمكن ما كملوش 20 دقيقه، فلو في جزء مخصص او حاجه يقدر يساعد بيه الجمهور مش هيتاخر، وطبعا دعاله النادي الاهلي دايما جمهوره حماه، ودايما مجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين عند حسن ظن الجماهير ودايما بيصر لهم ان هم يكونوا موجودين في مكانهم الطبيعي خلف النادي الاهلي دايما باذن الله رب العالمين. وجود الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي في هذه المباراه وفي هذه البطوله اعتقد يعني الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا، وكابتن محمود الخطيب على تواصل دائم مع سياده الوزير. بالفعل كابتن اسلام حضرتك طبعا جزء من منظومه النادي الاهلي وكنت من اللاعبين المهمين في النادي الاهلي وعارف الامور بتدار ازاي داخل النادي الاهلي، كان طبعا الوزير العامري فاروق يعني شخص طبعا حضرتك عارفه اكيد اكتر من اي حد، شخص ودود جدا ورجل دوله زي ما بنقول في المواقف دي، خاصه كمان في المباريات المهمه بيكون دوره كبير جدا، كل امور البعثه بيتم تلبيتها بشكل اكثر من رائع، طبعا زي ما اللوبي دايما في الفندق يا كابتن اسلام الصبح كمان بيبقى عباره عن صالون كده لاستقبال الضيوف سواء من الجانب السعودي، طبعا عدد كبير جدا من الاشقاء السعوديين هنا بيبقوا حريصين على زياره النادي الاهلي، طبعا هو بيستقبلهم بنفسه في فصل تام للاعبين والجهاز الفني عن كل هذه الاجواء، بيكون دايما في لقاءات الناس كلها بترحب بالنادي الاهلي، حتى لما بنتكلم مع الناس هنا المسؤولين عن اماكن الاقامه كمان كل الناس سعيده بوجود النادي الاهلي كابتن اسلام، بيقول ان وجود النادي الاهلي بيضفي يعني رونق على مدينه الطائف، يمكن كان عندهم من ايام قليله
البطوله العربيه، ولكن طبعا بيقولوا ان وجود النادي الاهلي في حته تانية خالص. انت بنتكلم على اكبر نادي في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، كمان حجم الجماهيريه والشعبيه اللي شايفينها للنادي الاهلي مخلينا الناس منبهره، كمان مدينه الطائف من المدن اللي فيها عدد كبير جدا من المصريين، فده عامل حاله جميله جدا هنا كابتن اسلام في مدينه الطائف كلها مش بس المنطقه اللي احنا قاعدين فيها. على طول زي ما حضرتك شفت جماهير النادي الاهلي، وكمان باذن الله جمهور النادي الاهلي كعادته مش هتبقى مفاجاه، كعادته هتلاقيه باذن الله في استاد الملك فهد موجود في ظهر النادي الاهلي، وباذن الله نحتفل معاهم. يمكن ده حافز كبير جدا على اللاعبين لما اتكلمت معاهم كابتن اسلام، ان هم عايزين يسعدوا الجمهور دوت اللي موجود معاهم وعلى طول في ظهر الفرقه في اي مكان في العالم بنروح الحمد لله. يمكن حضرتك شفت المباراه الوديه الاخيره اللي كانت في النمسا في معسكر النمسا، عدد الجمهور اللي حضر فيها قد ايه. يمكن في فرق بتلعب في الدوري الممتاز في مصر ما بيحضرلهاش العدد ده من الجمهور، الحمد لله رب العالمين. اخيرا مودست ووجوده مع الفرقه، يعني لو موجود في المعسكر كابتن اسلام وبتشوف الامور ما تحسش ان ده لعيب بقاله بالظبط 48 ساعه مع الفريق. لا خلاص، يعني بنسهر جوه الفرقه كابتن اسلام، موجود بشكل طبيعي جدا، خلاص بقى في صداقات مع اللاعبين. امبارح حتى في الاستقبال كان مبهور طبعا بالجماهيريه النادي الاهلي وانه موجود في دوله ثانيه، والاستقبال بالشكل دوت محمد الشناوي يمكن دعبه واهدى له كل الورود اللي تم اهداها للاعبين، والبعثه كلها اهداها المودست، وكان فرحان جدا وسعيد. على طول موجود مع ديانج مع علي معلول النهارده وكمان كهربا وكل اللاعبين، مش بس مودست يا كابتن اسلام، ولكن رضا سليم امام عاشور كل اللاعبين. تحس لا اللعيبه دي مع الفرقه بقالهم سنتين ثلاثه على الاقل، دي عاده النادي الاهلي. حضرتك عارف طبعا اوضه اللبس في النادي الاهلي بتحتضن اي لاعب، وبسرعه جدا بيكون جزء من الفرقه الحمد لله رب العالمين، وده اعتقد بيبان في الملعب وبيبان في المردود وبيبان الحمد لله في البطولات اللي بيحققها النادي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق من الطائف، هو تقريبا كمان، فشكرا جزيلا لزميلنا محمد توفيق.